بكتئب ساعات، وساعات بقدر اتغلب على الكلام، وساعات اقول لا مش هيهمني، وساعات اقعد اعيط، وساعات اقول طب ليه بيقولوا لي كده. فيعني عايزين باسورد ازاي انا اعمل حيطه كده عازل ما بيني وما بين الكلام السلبي اللي دايما بيجي لكل النجوم والشخصيات العامه والناجحين ونجوم الكوره ونجوم الاعلام والفن، يعني اي نجم ناجح دايما بيتشد. هو السر اللي احنا هنقوله ان شاء الله في الحلقه هو ان اي شخص شديد التاثر زيك، ايوه، وزي بقعد اعيط والله، شخص شديد التاثر، شخص أيوه. حساس، شخص الكلام بيدخل جواه، ازاي يتعامل مع حساسيته هو الشديده، زي الجلد كده لما يكون الجلد ده حساس كده فلما يتعرض لشويه شمس يلتهب. انا كمان في بني ادمين حساسين، في بني ادمين الكلام بياثر فيهم، ازاي البني ادمين دول يتعاملوا بقى مع تأثرهم الشديد ده، زي ما تعرضوش وازاي يعملوا عازل بقى. استاذ محمد عراقي هيتكلم في ثلاث حاجات مهمين جدا، الخوف واولاده، الخوف واولاده، والغضب واولاده، والحزن واولاده. نشوف العيله بقى الخوف والحزن والغضب دول بيعملوا فينا ايه في حلقتنا النهارده يحكى لنا على شاشه القناه الاولى.